بعض الحالات ما لعدي يبدا واحد يستاهل كمان نتاع الطفله عمرها 3 سنين. ليه طلعت شاي عاد مو ديريكت مع حكم الاعدام خاطر باش لعبت تخاف تولي. ما نحبش الاعدام انا يا اخوي لطف يا رب، لكن هو انسان كي يعمل العمليات هذوما معقول مالوروزمون ويظل يجد الجيمين با لو شوا، اما مع حكومه الاعدام في ديكا اكستريم على الاخر. حكم الاعدام للي يستحقه، خاطر فما حاجات تسمع بها تو في تونس برا من العجائب اللي يستاهل كما الاحداث نسمع فيها تويكا تاع الصغيرات في الروضه في الواحد مش اعدام. انا نشكو مش فرحانين. شو في كونتر لا فيغيتي ستان نيتر هيومان معناها فهمت، حتى ربي سبحانه معناها ما قالش بيه الحكايه. ضد عقوبه الاعدام. معليش خاطر مهما كان هو شخص عنده حريه، معناتها حريه العيش هي اضعف الحريات. معناها انا ضد عقوبه الاعدام، انا مع انه اي شخص اللي هو يستحق اقصى عقوبه ان تكون عنده مده معناتها حتى مدى الحياه ولا حاجه. ضد عقوبه الاعدام على خاطر فما اكيد معناها عقوبات خير معناها نجم يعقب به، علاش ديريكت الاعدام؟ يعني مع حكم الاعدام باهي عليه هذي يا اخويا. اش باش نقول لك، في حاجات معينه فما حكم الاعدام. من انا واحد من الناس انا نقاجي على حكم الاعدام، نقتل نذبح نعمل انسان عمل حاجه ماهيش ولا بد حطمه جمله. بون انا ضد حكم الاعدام على خاطر الانسان ديجا معناها كي باش تحكم عليه بالاعدام باش يموت ويرتاح. انت بيسك تحب هو عمل جريمه قراب كل شيء تحب تعاقبه احكم عليه بالمؤبد. انا مع حكم الاعدام خاطر كي نسمع موضوع كيما اللي صار لبنيه صغيره 3 سنين معناها يستاهل اكثر من الاعدام. ضد حكم الاعدام خاطر حق الحياه هذاك حق الناس الكل، مهما كانت الجريمه اللي يرتكبها. نقول ان المواطن التونسي عنده عقوبه معينه، اما حكم الاعدام لا، ينجم يحكم عليه بالمؤبد. مع حكم الاعدام انا اخويا خاطر الشيء واحد راه فيه في الشارع يدوخ. انا ضد عقوبه الاعدام لانه ببساطه معناها بالنسبه لي فما حتى انسان عنده الحق باش يحد حياه انسان باش يوقف حياته ويقتله. معناها انا ضد عقوبه الاعدام خاطر سي اونيما، اما في بعض الحالات هو اللي تنجم تكون كي تعدموا مترتحوا معناتها، فما بدي يستحقوا يتعذبوا اكثر من الاعدام كيما العباد اللي يغتصبوا في الصغار اللي يغتصبوا في البنات. حكم الاعدام للباجي قايد السبسي وحمل همامي هذوكم العدم اليوسفيين. هذاك الباجي قايد السبسي اول واحد يطبق عليه الاعدام هذاك اخوي. معاه ولد حكم الاعدام انا ما لي يقول به ربي، ما دام اذا كان ربي قال فمني قصاص فمني ولا وليقتل يقتل انا معاه. معاه في حالات كيما العامله الاخرانيه هذه نتاع البنيه مثلا، وكان تثبت عليه هو يسحق الاعدام.